ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لجميع متتبعي جمعية الاتحاد الوطني لحراس مخاص المغرب داخل أرض الوطن وخارجه. كما وعدتكم أني غنتكلم لكم على حراس الأمن الخاص في مختلف مراكز العمل ديالهم، أي حراس المستشفيات، حراس المدارس، حراس القنصليات أو المصانع أو غيرها، ما لك وما عليك تحت ظل قانون 27/6 اللي كيسمح لك كيفاش تدخل وكيفاش ما تدخلش. اليوم عزيزي الحريص غنتكلم على حراس المدارس، وملي كنقول حراس المدارس كنقول المدارس التابعة للدولة أو تاع القطاع الخاص. فعلى بركة الله نبداو هذا الباب. هذا حراس الأمن الخاص ديال المدارس، كنلقاوهم في ابواب المدارس كيحرسوا لينا وليداتنا 12 ساعة، كيديروا مجهود كثير وكيديروا عمل كثير والاجر قليل، اغلبيتهم ما كيتجاوزش الاجر ديالهم 1500 درهم وما اقل، ولكن عدة خدمات كيديروها داخل المؤسسة. كما كنا كنعرفوا ان الحراس اللي كانوا تابعين لوزارة التعليم اللي كانوا كيسموا بالاعوان، يعني الحارس ديال المدرسة اللي كنا قبل من السيكوريتي كان الحارس او العون كان تابع لوزارة التعليم، بمعنى انه كيعطيو السكن ديالو وكيبقى ساكن في المدرسة، وبالتالي كيباشر جميع المهام ديال الحراسة وغيرها في هذا الباب. هذا اليوم حنا ولات مابقاش هاد المسألة هادي، ولات كيتعاملوا مع حراس الأمن الخاص، وقليل اللي بقاو ديال هاد الأعوان هادو، واللي كان شي مؤسسة كيبقى فيها ولكن الحمل والثقل كيهزو سيكوريتي. سيكوريتي ديال المدرسة ولينا كنشوفوه مسكين كيهتم بالحراسة، كيهتم بالصخرة، كيهتم بالبستانة بعض المرات، وبعض المرات كتلقاه كيغسل الطوموبيله ديال المدير، وبعض المرات كيفرضوا عليه انه يحرس المدرسه والنواحي ديالها يعني خارج المدرسه، وهذا كما كتعرفوا ان خارج المدرسه لا يحق له التدخل بقانون 27/6، اي المحيط ديال المدرسه. الا كنتي في الطريطوار ما تقدرش، ان هذيك المساله كتعلق بالداخليه او بالامن الوطني، هنا انت ما عندك الصفه، الا تدخلتي ولا ضربك شي واحد او شنق عليك شي واحد هنا راه غتولي منك ليه، هذه حقيقه وناس طاحوا في هذا المشكل هذا. فاحنا ما عندنا سيكوريتي في المغرب يعني الامن الخاص، وانما عندنا سيرفايونس او المراقبه او الغارديناج، اما كسيكوريتي ما عندناش لحد الساعه. فعزيزي الحريص هنا النصائح اللي غننصحك بها وهي انك تخدم في الحدود ديالك اللي كيخول لك القانون، ما تزيدش ما تنقص، حيت شفنا تجاوزات، هناك من بعض الاساتذه سمحهم الله كيعطيوه بعض الامور اللي خارج النطاق ديالو، وحتى الاداره نفسها بعض المرات كيعاونهم في تسجيل ديال الدخول المدرسي وغيرها، الا كان شي حارس يعني قاري كيستغلوا حتى هذا الامر هذا، ولكن الاجر هزيل. فمهام كثيره كياخذها هذا الحارس هذا. غنخليكم تشوفوا واحد الفيديو، وهو واحد الشهاده من الاستاذ وهو مشكور، لان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى الخير في أمتي إلا أن تقوم الساعة. فهذا أستاذ عنده شهادة اتجاه الحراس هادو، نشوفوها ونرجعوا نكملوا حول هذا القطاع هذا وحول هاد الناس هادو. يعني بالله عليكم واحد الشخص اللي هو كيأدي واحد المهام ضرورية داخل المؤسسة العمومية، حنا كأساتذة، أنا كأستاذ داخل مؤسسة عمومية كنشوف هاد الحراس هادو انطلاقا مما يعني كنشوفه من الحارس ديال المؤسسة ديالنا والمنظفات، يعني العمل الجليل الجبار اللي كيأديوه هاد الحراس هادو هي ماشي مجهود اللي هو كبير، لا يمكن أن يؤديه أحد غير هاد الحراس هادو. حنا ملي كندخلوا للمؤسسات كنلقاو الأبواب مفتوحة، ملي كنجيو حنا كنلقاوهم مدخلين التلاميذ
التلاميذ، كنقول لك بانهم كيؤديوا واحد الاعمال اللي ما كيؤديهاش لا حراس عام ولا مدراء لا حتى شي حاجه. انا كنعترف لك بهذا كاستاذ امارس من داخل مؤسسه عموميه. العمل اللي كيؤديوه هاد الناس هادو هو عمل جليل وجبار، 12 ساعه زيد عليها 3 شهور بدون اجور. اذا الى هاد الناس عندهم عائلات ولا ما عندهمش؟ واش الناس اللي كارين ليهم غيتسناوهم؟ الناس شردوا لهم الاسر ديالهم، شردوا لهم العائلات ديالهم، في حين ان المسؤولين الكبار كيمشيو كيرتاحوا. كيف ما شفنا وسمعنا ان السيكوريتي هذاك الحارس اللي هو محقور وقدام الباب هو اللي هاز المؤسسه على الاكتاف ديالو، او هاز جزء كبير من هذه المؤسسه من الامن ومن غيرها ومن فتح الابواب وغيرها على اكتافه. وهذه بشهاده ديال الاستاذ ماشي ديالنا حنا او ديال شي حارس اخر. لكن هاد الحارس شحال الاجر ديالو؟ يعني الانسان يخجل يقول الاجر ديال الحارس هذا في النهار. كاينه واحد الحسبه دارها واحد الاخ وهو من الحراس ديال الامن الخاص، نخليكم توا تشوفوه ونعرفوا الاجر ديالو في النهار شحال ديال الحارس. شوفوا معنا. من يعني افس حاجه كيعيشها هاد حارس الامن هذا ما تصورهاش، بانه كيخدم واحد اليوم بخمسة دراهم للساعة، خمسة دراهم 60 درهم اليوم، ما محتارمينش حتى هذيك المدة يعني اللي كيعطيوها يعني ديال عدد الساعات ديال العمل، ما محتارمينش. كنخدموا 12 ساعة العذاب، كنخدموا يعني معذبين، 12 ساعة ب 60 درهم كتضربها في 30 يوم كتعطيك 1800 درهم، واش هاد 1800 درهم واش غيخلص بها هاد حارس الأمن الكرة يعيش بها ولادو ويقريهم بها؟ اش غيدير بها؟ ما عنده ما غيدير بها. خمسة دراهم ديال تهز مؤسسة كاملة على كتافك، خمسة دراهم شحال غتشري لك؟ خمسة دراهم شحال تجيب لك من خبزة؟ خمسة دراهم واش تقدر تعيش منها وليداتك؟ واش تقدر تعيش بها حتى انت؟ ومسؤولية صعيبة وكيتطلب منك المستحيل، وكيتطلب منك انك دير شي خدمة ماشي ديالك في المدرسة. غنتكلم لكم واحد مسألة اخرى، وهي كاين بعض الاخوان كيناضلوا وهو المطالبة بادماج حراس الامن الخاص، يعني يوليو اعوان مباشرين مع وزارة التعليم، وهذا شيء مستحيل. والمثال كيقول اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع، لا يمكن، لان السياسة الدولية او المنظومة الدولية اللي من ضمنها منتمي لها المغرب واللي غادي بها العالم كله، وهي ديال الخوصصة، يعني القطاع الخاص. ميمكنش اننا كنشوفوا هناك سياسة ديال الخوصصة في جل القطاعات واللي هي منتشرت، وجودتوما ترجعوا وتطالبوا بشي حاجه اللي مستحيله وما عمرها ما تكون، لان حتى الدوله الخزينه ديالها الماليه مابقاش غتحمل الاجور تعطيها، وانما ملي كدير المجال الخاص او الخوصصه او الخصخصه فهنا كيتخفف العبء على الخزينة الدوله. راه خاصك تعرف واحد القضيه، ان في امريكان حتى الشرطه رجال الشرطه راه النصف ديالهم هو بالعقده، نسبة ضئيلة اللي تابعة للدولة، هذه اللي هي الأمن الوطني عندهم. فالعالم كله راه غادي لهالاتجاه هذا، وكنلقاو بعض الإخوان كيقول لك لا راه في عهد عباس الفاسي راه واحد المراسلة واحد، ولكن خصنا نشوفوا عباس الفاسي ملي كان الوزير الأول راه موراه جا واحد الدستور ديال 2011 وجاو موراه حكومات، إذا هذاك عهد بائد وما بقاش. وكتشوفوا مثلا حتى مشكل تاع الاساسيده ديال التعاقد اللي سينا على التعاقد او العقده، هانتوما كتشوفوا المشكل ديال هادو اساسيد فبالاحرى ناس ديال شركات الامن الخاص. وملي كطالبوا نتوما بادماج هاد الحراس ديال المدارس راه حتى الاخرين غيطالبوا بالادماج، وهذا مستحيل ولا يمكن. ما يمكنش حراس ديال الابناك يطالبوا نتوما بالادماج مع الابناك او المصانع او القنصليات، هذا شيء محال ولا ما كيدخلوش العقل. يعني حتى النضال خاص الانسان يكون عرف السياسه اللي غاديه بها البلاد والسياسه ديال المنظومه العالميه، لان حنا راه غاديين في نظام عالمي
واللي خرج منه راه كيتقرض، واللي هز فيه الراس راه كيطيروه ليه. باش نكونوا واضحين، عرف اشنو غاديه بها البلاد، عرف السياسه ديال بلادك وسير مع التيار وطلب المستطاع من خلال هذا التيار اللي شي اشياء اللي معقوله. فنخرجوا من هذا الباب هذا ونخليونا في الباب اللي هو كنهضروا على حراس الامن الخاص ديال المدارس. حراس الامن الخاص المدارس اولا كيشدوا هاد المدارس هادو كيشدوهم بحال ديال المستشفيات حتى هما، كيشدوهم شركات مطحطحين مدقدقين ما عندهم لا ضفرتها تحملات ما عندهم حتى شي حاجه. وكل مره شركه، يعني كتلقى حارس خدام في المدرسه مده 7 سنين ولكن راه دازت على ظهره ازيد من 10 الشركات، وهادشي راه كيعرفوه. كل مره شركه في شكل، ولكن بحكم انه كيتفاهم مع الناس ديال الاداره كيتمسكوا به، وفي خلال كيبجا كل مره هو كيبدل التوني ويبدل الشركه، ولكن راه كتبقى الحاله هي الحاله. فهنا رسالتنا اليوم هي الوزاره الداخليه اللي هي الوزاره الوصيه على القطاع، انها دير واحد الدوره، دير واحد النظام اللي هو اللي ما عندوش دفتر تحملات واللي ما عندوش الشروط اللي كينص عليها القانون 27/6 انه يتغلق ليه هذيك الشركه ديالو بين قوسين اللي كتسمى شركه، لان راه الناس كيضيعوا من خلال هادشي. حنا ما كرهناش يكونوا غير 5 الشركات او 6 اللي كاين في المغرب ويكونوا كبار ويضموا هاد هاد هاد, هاد, هاد الناس هادو ويشدوا هاد القطاع هذا من خلال منافسه شريفه ومن خلال واحد 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 الاجر اللي هو معقول ما كيتنزلش عليه باش يتضمن الحقوق ديال هاد الحراس هادو. فما يمكنش انك شاد مارشي ب 2000 درهم للحارس وغتخلص انت حارس بسميك. هذا راه ملي كيشد مارشي مثلا ب 2000 درهم او 3000 درهم، هذا كما كنقولوا ونعاودها، هذا راه هاد الشركه راه غتشفر وما غتخلص هاد السيد لحد ان الاجور. خاص على الاقل على الاقل واحد 10000 درهم للحارس ليش باش تشدوا الشركه، ماشي اجر الحارس، باش تشدوا الشركه. والسؤال الاول الحارس انه خاصو المينيموم انه يتخلص بواحد 3500 درهم في الشهر، ومده السوايع تكون ومده الساعات تكون 8 سوايع. هذه هي العقلانيه. ما باش تقول لي ادماج وطلب لي شي حاجه اللي هي مستحيله ولا يمكن تحقيقها، فهذا راه هراء. فكما كيقول عزيز الحارس، اولا ملي تخدم رد بالك وما تجاوز شي امور ديالك وما تضاروش مع الناس لانك انت مساءل، وما ديرش شي حاجه اللي فوق من الاستطاعه ديالك، وما تسخرش على برا، لانك لا تسخرت على برا وضربتك شي طوموبيله لا قدر الله او شي حاجه راك مشيتي زيرو، لا تامين لا والو، لانك ابوندي البوست ديالك ومخلي البوست ديالك، وهذوك اللي مسخروك راه يتنصلوا منك. فاللي بغى يسخر قول ليه عافاك، راه القانون ما كيسمحش ليا، وراه ولا قانون صارم في هذا الباب هذا باش تنجي نفسك. اما لك تخاني عاد تقول لي قالوا لي وما عندي كي ندير، هنا غتحمل العواقب ديالك انت راسك، لانك انت اللي بغيتي هذا الشكل هذا. فالقانون لا يرحم، انت مجرد غارديناج سيرفايونس لا اقل ولا اكثر. ما ندير جرده، ما ندير غسيل الطوموبيله ليه، لان فيها اهانه الكرامه ديالك، والكرامه ما كتعوضش، يعني ما كتخلصش على شيء. واش كتشد 5 دراهم في النهار وتغسل الطوموبيل؟ واش كتشد 5 دراهم في النهار وتمشي تسخر خارج المؤسسه؟ واش كتشد 5 دراهم في النهار وباغي تحضي الجوانب ديال المؤسسه اللي ما تابعاش لك؟ هذا راه انت اللي كتحمل المسؤوليه ديال هادشي. زائد انك ما عندك حتى ضمانه، ما عندك حتى اقدميه، من غدا انت راك في الشارع. فخدم بمسؤوليه، وملي كنخدموا بمسؤوليه راه حنا كنضمنوا حقنا وكنضمنوا حقوق ديال الاخوان ديالنا، وراه يد الله مع الجماعه. راه الا كان واحد كيخدم بالمعقول وعارف ما له وما عليه، وكيجي واحد مكفس ما عارف والو، راه كيخرمز حتى على داك السيد المسكين اللي عارف. وسمحوا لي على العباره، اللي عندي حقائق حنا كنشوفوا شنو كاين. وكيجي واحد مثلا قاري وكيبغي يخدم بالوعي وكذا، ما كيحملوش وكيطردوه وكيتسبب ليه المشاكل. هادشي كنشوفوه لا في ابناك ولا في مؤسسات ولا في غيرها بحال هاد الشكل هذا. فالفئه المدلوله كتكرفس الفئه اللي هي واعيه واللي عندها عزه نفس. فنتمنى ان الميساج ديالي يوصل، كما اني نتمنى هذا الفيديو هذا تبارطاجيوه مع اصحابكم باش تكون الاستفاده عامه في هذا القطاع هذا، لان الرسول عليه الصلاه والسلام شنو قال؟ الدال على الخير كفاعله. هادشي راه في سبيل الله باش تكون الفائده عامه. ان شاء الله فيديو لاحق نتكلموا على مركز عمل اخر حول قطاع الامن الخاص. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.